موضوع كذلك طال انتظاره الحقيقة هو مسألة تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة الجزائية اللي هو باش يفهمون المتابعين والمستمعين مرتبط بموضوع شيكات دون رصيد وتبعات هذا على مستوى الأرقام اللي أقرها المجلس نفسه ما هيش الأرقام اللي تتداول يعني تقريبا في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بقات في حدود اللي قالته سيدة وزيرة العدل المدة الأخيرة يعني في حدود 400 وشوية معناها في علاقة بال الناس اللي هم على ذمة القضايا هذه متاع شيكات دون رصيد. الأرقام ما هيش متاع 7000 موقوف على ذمة الشيك دون رصيد. الأرقام بداية البارح اللي معناها اللي عبروا عليها في المستوى الرسمي أقل بكثير على أنه تداعياتها الاقتصادية واضح الملف وهو أكبر دليل أنه ماشيين لتنقيح الأحكام متاع الفصل 411 بعد ما تكلم رئيس الجمهورية أكثر من مرة على أهمية العمل على تنقيح هذا الفصل ودخول مجلس النواب على الخط. وشفنا البارح أنه في مبادرة البلاغ الرسمي متاع رئيس الحكومة عطونا 496 موضوعين بسش منهم 292 محكوم في القضايا والبقية مازالوا في 204 موقوفين عكس ما خلافا اللي ما يتداول خلافا اللي وصلنا ساعات أرقام تاع 7000 موقوف على ذمة الشيك دون رصيد. القضايا يقول بلغت 11265 قضية 11000 معناها أي أنه 496 مودعا قد أزروا هما 496 11000 أزروا 11265 شيك باعتبار أنه كل سكرة وكل يمشي وحده ملف ويبدو أنه في الإصلاحات مش يقع الضم توا ماشيين في الاتجاه متاع ضمهم في علاقة بالشخص مش كل شيك وقضيته ربما يمشي مع بعضهم في هذا الاتجاه طبعا في انتظار مجلس النواب الشعب. أي فما رقم البارح قدمه هنا النائب اللي كان ضيفنا ويقول 90000 انا ثبت الرقم خذيه من البنك سنترال. ما هذا هو المشكل 90000 شيك مسيب المشكل انه الارقام ساعات تولي تتطاير في بلادنا بين هذا المصدر وذاك المصدر ومواقع التواصل الاجتماعي والمسؤول الرسمي والنائب كل واحد يمشي. الملخص انه ثم مشكل في بلادنا في علاقه بالشيك دون رصيد وثم تداعيات اقتصاديه وثم تداعيات على المستوى الانساني. ثم ناس قاعد تعاني في المشكل هذا متاع الشيك وساعات من شيك بألف دينار يتحول الى اكثر من ذلك بكثير نتاج الاجراءات وعدول التنفيذ وباي المحكمه في الموضوع وأجل وأخر والسجون وغيرها والتداعيات على مستوى المؤسسات اللي كثير من الشركات والمؤسسات واللي تعاني من المشكل هذا خاصة بعد أزمة الجائحة متاع الكورونا حاتم وأنه شركات ما استطعتش تخلص اللي عليها في علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي ونعكسه والتضخم اللي صار والنقل اللي مش موجود كله راهو يدفع فاتورته أو تدفع فاتورته المؤسسة. هذا الاقتصادي هذا يدفع إلى جعل الموضوع هذا موضوع وطني بمتي ودفع السلطة نفسها إلى إيجاد صياغ لتنقيح هذا الفصل متاع الـ 411 من مجلة الأحكام الجزائية واللي الكلمة الفصل فيه طبعا مجلس النواب الشعب لأنه بعد باش تمرر على مستوى مجلس النواب الشعب. هل بتمرير هذه التنقيحات يقف مشروع النواب اللي هما زاد يتناقشوا فيه على مستوى اللجان العفو العام على قضايا الشيك أم أنه كل واحد باش ياخذ مسير نخدم بحويجة الأرقام مختلفة. البنك المركزي يقول لك في الثلاثية الأول خرجوا 90000 شيك في حين رئيس الحكومة تقول لك راهو الشيك سون بروفيجيون اللي شملت ال 400 هذوما و96 موقوف هما 11265 صحيح العمليه زوز ارقام صحاح لانه فما من 90000 اللي تساواهم مشاو تساواهم خلص هذا اللي حبيت نجتهد فيه انا هاكا باش نفسر لك شنو معناها خلص فما وصلش للمحكمه ثم اللي تو ما وصلش للخصومه فما اللي ايوه فما اللي مازال ما تعداش للمحكمه فاللي تعداو هما 11265 ونجموا يكونوا مش نتاع الثلاثيه هذيا يكونوا سابقين لكن اي والبنك المركزي صحيح يقول لك اللي تصيبوا هما 90000 اللي موجودين بالضبط اللي رجعوا جات فيهم بريافي ورجعت معنا اما مش بالضروره مشاو للاجراءات وصلوا المحكمه ينجم يكون اونتر تون في الفتره في المهله يظل توصل 3 شهور تقريبا عنده ما نعرفش قداش ما نعرفهاش بالضبط 4 ايام و4 ايام ومن بعد يظل يوصل حتى 3 شهور يمكن يخلص في كل الوحده هذيك ما توصلش للقضاء